الكوارث الطبيعية باتت تشغل الأذهان بشكل كبير، خاصة بعد تتابع حدوث الزلازل والفيضانات في أكثر من بقعة حول العالم، وتوافقها مع توقعات الباحث الهولندي فرانك هوغربتس الذي يربط بين حركة الكواكب والهزات الأرضية فيما يعتبرها العالم كلاماً غير علمية، والذي كانت آخر توقعاته وقوع هزة بقوة 7.9 ريختر ما بين 26 و 28 سبتمبر الجارية. لكن ما فاجأ الجميع هو استعداد اليابان لهزة أرضية وصفوها بالمدمرة. اليابان تعتمد على نظرية حركة الصفائح التكتونية للأرض استناداً لوقوع اليابان في مركز المنطقة الزلزالية بالمحيط الهادي التي تشهد 80% من الزلازل في العالم، وفي حين وصف هوغربتس قوة الهزة المدمرة بأنها 8.5 ريختر. تستعد اليابان لزلزال بقوة 9.1 ريختر وتعتبره زلزال يحدث كل 100 عام، وأن حدوثه حتمي وسيضرب مركز العاصمة طوكيو. وتتوقع اليابان أن تقع الهزة الأرضية المدمرة في بحر الصين الجنوبي ما بين أعوام 2030 و 2040.